اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من نجوم الرياضه. زي ما احنا متعودين مع بعض ان شاء الله الفتره اللي جايه هنركز على كل الابطال اللي شرفوا مصر سواء بميداليه او تمثيل حتى تمثيل مشرف، لكن هنركز اكتر على الابطال الكبار لان احنا عندنا ابطال كتير جدا يعني عملوا انجازات كتيره وانجازات كبيره، ويمكن كنا احنا كاعلام كبير يعني بتكلم بشكل عام كنا مقصرين ان احنا يعني نخليهم يجوا ونتكلم معاهم ونعرف الناس بيهم بشكل كبير. فاحنا قررنا ان احنا في نجوم الرياضه زي ما انتم عارفين في الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه ان شاء الله هنكمل مع بعض ان احنا نتعرف على ابطال الله ونكرمهم ان هم يطلعوا في تلفزيون بلدهم يطلعوا ويكلموا كل الناس المشاهدين ويعرفوا نفسهم اكتر ونتعرف عليهم اكتر ونشجعهم ونقف وراهم ونبقى باكين ليهم في كل البطولات اللي جايه ان شاء الله، لان هم فعلا بيرفعوا علم مصر. دي حاجه كبيره جدا ان واحد يرفع علم مصر ويلبس تيشرت المنتخب، اكيد كل الرياضيين عارفين الكلام اللي انا بقوله او حاسين بيه. خلونا بس ان يعني قبل ما نخش اعرفكم على ضيوفي ونتكلم معاهم ويعني نجيب كل الاسئله اللي ممكن تتخيلوها ونقول لكم هم مين، خلوني بس يعني احيي كابتن عمرو الجزيري البطل المصري اللي فاز بالميداليه الفضيه في بطوله العالم للخماسي الحديث المقامه في مدينه وارسو البولنديه، وهو كان فاز بالمركز الاول في السباحه والثاني في الفروسيه والسيف، لكن ما كانتش نتائجه قد كده في الرمايه والعدو، ده هو اللي اخره للميداليه الفضيه مش الذهبيه، وكان قريب جدا ان هو ياخد الميداليه الذهبيه. ان شاء الله الفتره اللي جايه هنحاول ان احنا نجيبه معانا في نجوم الرياضه زي كل الابطال اللي احنا بنجيبهم معانا هنا. طيب خلونا بقى ده طبعا كابتن عمرو الجزيري وان شاء الله هيبقى هنكلمه ونحاول احنا نجيبه ونتكلم معاه ونعرف كل الكواليس بتاعه حياته بشكل عام، لانه هو بطل يستاهل وكل الابطال اللي معانا بصراحه يستاهلوا ان احنا على الاقل ان هم يطلعوا معانا في البرنامج كنوع من انواع التكريم اللي نقدر نعمله لهم ان شاء الله. طيب خلوني ارحب بضيوفي النهارده وبرضو ضيوفي اللي موجودين معايا نجم كبير جدا اخذ ميداليه كبيره ميداليه برونزيه فين بقى؟ في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الصين في ناينجينج، ودي كانت دورة كبيرة جدا فيها أبطال كبيرة جدا وأبطال من أبطال العالم، قدر إن هو يجيب الميدالية البرونزية. ومعايا كمان خلوني نرحب بالأول كابتن محمود كمان محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال المصري، أهلا بيك كابتن نورني. والبطل الايه بقى مش عارف اقول ايه، الشقي اللذيذ دمه خفيف من ساعه ما دخل هنا هو مش ساكت عمال يعمل افيهات ويقول كلام جميل، ويعني مصري شاب مصري جميل لذيذ. خلونا نرحب بيه الاول محمد شاكر شوشه ونتكلم معاه ونخش في دهاليز المواضيع كده وننكشه كده على الهوا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ازيك يا محمد؟ ازيك كوتش؟ ايه الاخبار؟ تمام كله تمام؟ تمام. طيب خلينا نبدا بكابتن محمود. كابتن محمود اولا مبروك الف الف مبروك، ميداليه ذهبيه لساره وميداليه برونزيه لمحمد محمد، فحاجه جميله ومشرفه جدا. ويعني انت حابب تقول ايه قبل ما نبتدي اللقاء؟ والله احب اقول ان ده الحمد لله نتاج عمل مش من مده قصيره، ولكن لما العمل بيبقى منظم ويعني ليك هدف محدد في الاخر اكيد بتلاقي نتيجه كويسه. أكيد. ده الحمد لله يعني اللي حصل مع اولادنا شاكر وساره وحتى احمد عادل اللي كان ثالث في البطوله خد رابع، يعني الحقيقه وكان برضو يعني لازم نذكر اللي كانوا بيعدوا معاهم بشكل احتياطي اسراء السيد وعز الدين ثابت، لان دول برضو بارقامهم كانوا يجيبوا ميداليات يعني. فالحقيقه بشكرهم جدا اولا، بشكر كل المجموعه اللي عملت هذه النتيجه من جميع يعني التخصصات. والحمد لله يعني كانت اول ميداليه ذهبيه او اول سلام مصري يعزف اترفع في نانجينج، هو رفع الاثقال بطلتنا ساره اللي كنا نتمنى تكون موجوده يعني، انما ظاهر ايه يعني هي معانا على الهواء دلوقتي احنا شايفين صورتها وصور الفيديو بتاعها شاكر وساره، والحقيقه كانوا يعني خير ممثل للشباب المصري في الدوره الاولمبيه من جميع النواحي اخلاقيا ورياضيا ونتيجة في النهاية اللي هي بتنسب أولا الحمد لله لرفع الأثقال المصرية عموما ولمصر اللي بتجمعنا كلنا طبعا. الحمد لله تحت علمها الجميل اللي كان يعني حاجة شعور ما أقدرش أقول لك عليه لما بتعزف أول سلام مصري في نانجينج في صالة رفع الأثقال وبطلتنا سارة سمير وكان شاكر موجود، حاجة يعني واحد جسمه أشعر حيانا طبعا. والله كلنا بصراحة يعني حاجة مشرفة وجميلة جدا. طيب خلينا نروح لمحمد بقى، ايه اللي يشوفك كده يقول هادي ولذيذ ووديع وما بتعملش حاجة بس انت سوسة، احكي لي الدنيا مشت معاك ازاي وقدرت ان انت توصل للميدالية دي ازاي وتعبت قد ايه وانت داخل على ثانوية عامة صح كده؟
واهلك وقفوا جنبك، باباك ومامتك وقفوا معاك وما كانوش خايفين ان انت في الفتره اللي فاتت دي كلها تاثر على الدراسه. كلام كتير قوي عايز اسمعه منك عشان انت قدوه دلوقتي لشباب كتير قوي بيلعبوا رياضات وعايزين دراسه. فانا في ايام امتحاناتي كان عندي بطوله اللي هي بطوله الدوره الافريقيه بتسوانا. بعد ما خلصت يوم اخر يوم في امتحاناتي كان تاني يوم سفري. كنت بنزل مثلا، كنت قاعد في نادي الهيكستيب مع العقيد ايهاب، وكان الكابتن مصطفى راغب بيجي يمرني، وكان الكابتن هاني محمود، كان هو الكابتن هاني اللي هيطلع معايا البطوله. وكان الاثنين يعني مشرفين عليا بشكل خاص، خصوصا الكابتن مصطفى لان انا يعني زي ابنه، هو يعني حاجه كبيره عندي بصراحه. تمام. وكنت يعني على قد ما اقدر كنت بحاول اوفق بين الاثنين، بين مذاكرتي وامتحاناتي وتمريني طبعا. لحد ما رجعت من البطوله طبعا بقيت متفرغ تماما للبطوله. بدانا فتره اعداد جديده، وطبعا اهلي كانوا مشجعيني دايما، يعني والدي كان دايما ورايا، صلي يا محمد، افتكر ربنا، اتمرن كويس، نام كويس، وفكك من الحوارات التانيه. ايوه على طول كده، التانيه دي مهمه قوي. فكك من الحوارات التانيه. والحمد لله يعني واحده واحده طبعا الواحد كان شايل على صدره هم البطوله. وكان خايف قوي من اللحظه دي بالذات، بس في وقت اللحظه ما ينفعش تخاف طبعا، وقت البطوله ما ينفعش الواحد يخاف. والحمد لله ربنا وفقني وقدرت اجيب الميداليه. الحمد لله. بص يا محمد، احنا النهارده موجودين عشان خاطر نعرف كل الناس بمحمد، طبعا بطل كبير وبطل دلوقتي كل الميديا المفروض انها بتجري وراك، وانت حاجه كبيره جدا انك تيجي تلفزيون بلدك وتتكلم الشعب المصري وتقول لهم انا جبت لكم ميداليه، وانا يومي بيبقى كذا، وانا بعمل كذا، واتمرنت بكذا، وحصلت على البطوله دي مش من فراغ، وتعبت فيها، ده حقك. و انت دلوقتي بقيت قدوه زي ما قلت لك لشباب كتير جدا، وناس عايزه ان هي تبقى حاجه في يوم من الايام. عايزك برضو هرجع لك، بس خلينا اروح لكابتن محمود هساله عن رفع الاثقال. كابتن محمود، انتوا قبل الدوره ديت كنتوا قلتوا او كان نفسكوا او كنتوا حاطين تارجت او الهدف بتاعكم ان انتوا تجيبوا ميداليتين، ما كانش ثلاثه، والحمد لله رب العالمين بقت ميداليه ذهبيه وميداليه برونزيه، وكانت داخله على البرونزيه الثانيه لكن ربنا يعني ما قرتش، لكن ان شاء الله مفيش نصيب. ريو دي جانيرو يعني فضلها حاجه بسيطه، ثلاث سنين ولا سنتين، يعني سنتين 2016 دي يعني خلاص، يعني خلاص في لغه الرياضه يعني ما فيش. فان شاء الله تعوض يعني. هي طبعا ريو دي جانيرو يعني مرحله اكبر من النانجينج، عشان كده عملوا يعني دورتين للشباب مستوى الشباب، واحنا الحمد لله اثبتنا جداره فيها. مستوى الكبار طبعا ليه يعني منافسات اكبر واكتر، وليها اللعيبه بتاعتها طبعا. نانجينج لسه سنهم صغير، يمكن صار ارقامها ان شاء الله تبقى قريبه للكبار. حاليا الفريق الكبير في معسكر في الاكاديميه البحريه، وطبعا نشكر مسؤولين الحقيقه اللي مساعديننا بشكل كبير جدا، عشان بطوله العالم بعد شهرين المؤهله لريو دي جانيرو ان شاء الله. طبعا قبل ملعب الدوره الاولمبيه لازم الاول اتاهل للدوره الاولمبيه، فطبعا انا بنضطر ان احنا نعد فريق للرجال، فريق للبنات كامل، عشان ناخد ترتيب كويس في بطوله العالم السنه دي والسنه الجايه، وبالتالي نتاج البطولتين ترتيب على حسب ترتيبي هتاهل بعدد معين. في نظام للتاهل كده، احنا في لندن تاهلنا بثمان لعيبه، خمس اولاد وثلاث بنات، وكانت برضو نتيجة ان في عمل متكامل كان من جميع النواحي، وده اللي احنا بنرجوه خلال الفترة الجاية. اللجنة الأولمبية المستشار خالد زين الحقيقة من الناس اللي بتدعمنا بشكل كبير جدا، الوزارة مهندس خالد برضو من الناس اللي يعني بتشجع فعلا لعبة رفع الأثقال، والحقيقة ما بيرفضناش أي طلب، لكن هم الحقيقه بيشجعوا الرياضه كلها بشكل عام، بشكل عام، ولكن احنا عندك مصر مميزه ببعض الالعاب اللي هي عندهم لازم فيها ستريس طبعا، لان هتجيب لي النتائج يعني ميداليات، منها رفع الاثقال. كان لي تجربه جميله في قبل لندن، مشروع قومي او التميز للبطل الاولمبي او مشروع البطل الاولمبي، ده نرجو ان هو يعاد. احنا سمعنا عنه كتير لكن هل هو فعل؟ هو مفعل، مش مفعل حاليا، ولكن تشكيل المجلس الاداره تم، والمدير التنفيذي كابتن خالد جاد المولع عامل مجهود كبير جدا ومحضر خططه للتنفيذ، ولكن عايزين بقى نبتدي لان خلاص سنتين مش كتير، واحنا برضو عندنا اولاد في الكبار، اولاد وبنات يعني ان شاء الله قريبين جدا. احنا في لندن واخدين مركز رابع، ثلاثة مركز خامس ومركز سادس، الولاد دول تطوروا، قربت بقى، قربت يعني السادس اللي هو رجب خد في بطولة العالم اللي فاتت خامس، بقى خامس. برضو بالمناسبة رجب
في روسيا دلوقتي. هو شيماء في بطولة الجائزة الكبرى في روسيا. رجب خد ذهب واثنين فضة. ما شاء الله. وشيماء ثلاثة ذهب. ما شاء الله. في بطولة الجائزة الكبرى. كرومبي طبعا دي جامده جدا في روسيا. اللي بكره هيجوا ان شاء الله يوصل ان شاء الله يجوا. فدي برضو حاجات مبشره غير يعني اللعيبه اللي يعني مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش حد، ولكن احنا عندنا لعيبه ان شاء الله ينافسوا ونافسوا بقوه ان شاء الله في الدوره الاولمبيه في ريو دي جانيرو. ولكن عايزين نبتدي، الوقت بياخدنا. ايوه. ومش عايزين العمل ينادي. أيوة. العمل ينادي. يعني النتاج نانجينج ده 6 شهور. نعم احنا كاتحاد بادئين معهم من سنتين، ولكن التركيز بدا من 6 شهور. بقى اول ما وصل المهندس خالد بدا صرف فلوس. ثاني يوم ما وصل بدانا احنا البرنامج اللي انا عامله اطبقه عشان في الاخر تقدر تحاسبني نجحت او فشل. صح صح. فاحنا عاملين برضو برنامج لريو دي جانيرو وجاهز على الورق في اللجنه الاولمبيه وفي التميز وفي الوزاره، لكن ارجوكم عايزين نبتدي. لازم نبتدي. هي دي القصه. لازم نبتدي ونبتدي شغل بقى، نبطل الكلام والشعارات وعايزين وبتاع مش عارف. لا نبتدي بقى نشتغل. انا اعتقد نانجينج دي اشتغلنا هتدي دفعه يعني، وده اللي انا اشوفه يعني. والسياسه العامه بشكل عام الفتره اللي جايه الاهتمام بكل الرياضات جنب كره القدم، مش كره قدم بس يعني. برضو الظهور الظهور اللي تفتحت في نانجينج هي الاشجار المثمره في طوكيو 2020. تمام. فلازم برضو من دلوقتي المجموعة اللي في نانجينج دي ظهرت، حتى اللي واخدين مراكز متقدمة. تمام. هم اللي هنلاقيهم في طوكيو 2020 ان شاء الله. هيبقى عندهم 21-22 سنة. تمام. ايه تايرك في الكلام ده؟ الزهور اللي فتحت دي عايزينها تبقى شجر بقى مره واحده. طوكيو 2020 خلاص بينا ان شاء الله بعد 2020 يعني بعد دي وبعد ميداليات ان شاء الله. طب محمد قول لي، سيبنا من الشقاوه بقى وفكك بقى من الكلام ده، خلينا نتكلم جد يا باشا. قول لي يومك كان ماشي ازاي وبتتمرن ازاي، وهل يعني كلمني عن مدى صعوبه انك تبقى بطل طبعا وان ربنا يوفقك، وحسيت بايه لما رفعت علم مصر وقدرت انك تاخد مركز محترم في مع كل ابطال العالم الموجودين معاك؟ والحقيقه كل ما برفع علم مصر ببقى عايز ارفعه تاني يعني. كل لحظه بعيشها وبسمع النشيد الوطني او بشوف العلم وبترفع في وسط الاعلام طبعا من منافسه جديده، ببقى حاسس ان انا عملت حاجه شرفت بيها بلدي وشرفت بيها نفسي. ببقى فعلا نفسي في كده تاني وتالت ورابع. بيبقى هي دي الحاجه الوحيده اللي بتحمسني في التمرين. احيانا بنيجي في التمرين طبعا جسمي ما بيبقاش فايق، انا مش فايق كده. بيبقى معايا منافسه طبعا، زملائي اللي بينافسوا معايا في البطوله اصلا بيتمرنوا معايا في نفس المكان وكده، فممكن هو يبقى فايق عني، ممكن اتعب نفسيا بسبب كده ان هو النهارده بيغلبني، انا بقى لي فتره مش قادر اغلبه ومش قادر حتى ان انا اتعادل معاه. دي بتتعبني نفسيا مؤقتا، لكن طبعا لما برجع لجو البطوله وابدا اعيش جو البطوله من تاني وابدا انا كمحمد ببدا اهل نفسي. كل لاعب بيبقى ليه الرينج بتاعه، عايش مع نفسه وليه اسلوبه وليه اسلوبه. في لاعب دايما هادي، في لاعب عايز يتحرك اكتر عشان ايه يخلي نفسه سريع، عايز طبعا انت النهارده بتتحرك اكتر وبتقعد تنقش مع الناس وبتقعد تشوف الكابتن قدامك واساله بقى صح؟ يعني الحمد لله هادي هادي اساله هادي. خليه يقول لك كل حاجه دلوقتي. انت معايا حدث زمينا في شفت اهو احنا لسه بنقول والله بعد المحاوله الاخيره بتاعته الكليم كابتن خالد مدير الفني، طبعا بشكره كل الطاقم الفني والاداري. بعد ما خلص المحاوله الاخيره اللي هي كسب بيها البرونز، لقيت خالد جاي لي، كنت انا حكم احتياطي. فانا يعني كان في النقطه دي عشان عارف ان حياتك اتخذت. جالي قال انا هبطل حديد خلاص. قلت له ايه؟ قال انا ما عنديش استعداد يجي لي ضغط وسكر. فعلا المدرب عليه عبء طبعا. اللاعب بيبقى شايل هم نفسه. شوف بقى انت لو مدرب معاك 10 كل يوم ضغط عصبي لاخر لفه طبعا. فطبعا الله يكون في عوننا. طبعا الله يكون في عونكم. بس الـ الاداري او المدرب لما يكون محبوب من اللاعب طبعا بتبقى حاجه تانية خالص. اللاعب بيموت نفسه وبيعمل كل حاجه في الدنيا عشان يرضي المدرب او الاداري اللي معاه، وفي نفس الوقت ياخد التكسير اللي هو عايزه اللي هو البطوله نفسها يعني. صحيح. كلمني عن يومك الطبيعي عامل ازاي؟ يوم الطبيعي في البيت ولا في التمرين؟ في البيت. والتمرين داخل في اليوم الطبيعي؟ يعني سيبك من الفيسبوك. لو انا في البيت، لو انا في البيت عامه وهتمرن وكده، فانا باخد مشوار ساعتين رايح وساعتين جاي عشان اتمرن. تمام تمام. انت من القلوبيه صح؟ انا من القلوبيه. من شبين قناطر. وبتتمرن فين؟ إيه؟ تمام اجدع ناس. بتمرن في المؤسسه العسكريه بالهايك ستيب اللي هي في مدينه المستقبل حاليا. باخد بقى المشوار ده، بروح اتمرن، بقعد حوالي ساعتين ونص في التمرين كده وارجع تاني. تمام. واحيانا ببقى قاعد هناك يعني داخلي، هي طبعا هي مدرستي داخلي مدرسه عسكريه، وبقعد هناك وبتمرن. بصحى الصبح باخد تمرين الصبح
وارجع اتغدى انام لي ساعتين ارجع تاني اتمرن بعدين اجي اتعشى ارجع انام بقى ما عنديش حاجه تانية اعملها. هو وقتي كله متخصص للتمرين. تمرين ومذاكره. تمرين ومذاكره. مفيش مذاكره يبقى تمرين ونوم. مفيش مذاكره تمرين ونوم واكل طبعا صارش حاجه سلف كل حاجه. طيب كابتن محمود حضرتك تم اختيارك من ضمن ال 35 حكم تقريبا موجودين في البطوله نفسها والاتحاد رفع الاثقال الدولي هو اللي تم اختار حضرتك. كلمني عن التحكيم بشكل عام بقى هناك كنت رحت عشت الاجواء وحكمت كمان يعني. طبعا التحكيم رفع الاثقال الحكام الدوليين في 2 كاتيجوريز 2 1 دورات الاولمبيه بيبقى لازم كاتيجوري 1 او فئه اولى يعني وبيتم اختيارهم من الاتحاد الدولي بناء على ترشيحات من الاتحاد الاهليه وهم على حسب السي في بتاعك وخبراتك السابقه بيتم اختيارك في التحكيم. طبعا بيحاولوا ان يبقى من كل دوله حكم واحد. تمام. وده تقريبا اللي حصل للحياديه يعني. تمام. طبعا يمكن انا حكمت لاحمد عادل كنت في الفتره بتاعته وكنت الفترة بتاعت شاكر بس كنت احتياطي الحمد لله يعني الحمد لله بس ما تتصورش فعلا بتبقى انت طبعا حكم واللاعب مصري قدامك طبعا يعني ما فيش بقى مجاملة يعني الالعاب الجماعية ممكن يستخبى لاعب ورا لاعب انما لا حاجة لازم بتشوفها لازم واضحة وصريحة ما فيهاش لا فما فيهاش تقدرش مجاملة فبفضل ان انا ما ببقاش حكم صراحه يعني لان انا اصلا بتبقى اعصابي متوتره من الـ يعني ما كانش معايا شفنا شاكر في المحاولات بتاعته اللي جت المحاوله الاولى في الكلين وقعت احنا قلنا ندخله نجيب برونز 179 78 خش وقعت يا عم ايه ده انا قاعد بقى كده هو هنا هو وخالد يعني جنبي على طول مفيش متر خالد اصفر ايه ده دي برونز خش يقوم بيها كانه مش شايل حاجه وينطر وبعد جه يقف في الثانيه اللي جت من شويه قامت وقع طبعا انا مش عارف اعمل ايه وقاعد وحواليا الحكام يقولوا لي بس اهدى هيشيلها احنا كنا برونز وبعدين الثانيه كان يخش على فضه وصلنا المحاوله الاخيره يا جوه برونز يا بره خالد ما بقاش عارف يعمل ايه وانا بقيت قاعد عمال اضرب اخماس في ازاز دخل سيبوه بقى يعني قلنا سيبه هو خش اكن شايل بار فاضي بار فاضي توفيق من عند ربنا يعني ما شاء الله اعصابك بقى بتتعب فعلا طب انت فيهم كده كان من الاول كنت خلصت هو طبعا معذور فعلا يعني طبعا لا الاجواء صغيرين طبعاً يعني اولا السن صغير ساره برضه كانت متوتره جدا ساره احمد عادل كان متوتر جدا شاكر نفس الحكايه ليه اولا السن طبعا مفيش خبره بطولات الجو البطوله اي نعم لعبناهم بطولات بس افريقيا دوره افريقيه مش دوره اولمبيه غير دوره اولمبيه مسرح وجمهور وحكام بزي واحد يعني في حاجه في رهبه فعلا طيب انا ينفخ الوقت بس ابتدى يجري انا عايزك تكلمني عن التكريم اللي انت تم تكريمك فيه مع سياده الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي انت قابلته وقعدته كل الناس اللي كانوا راجعين من الدوره والسكواش كمان والرياضيين بشكل عام النشان اللي على اليمين ده صح؟ ده النشان الشاشه مال ده النشان ودي الميدال اوكي ده دي الميداليه طبعا دي الميداليه والاخضر ده الكبيره الميداليه طب يعني كلمني عن احساسك لما تقابل رئيس الجمهوريه بعد انجاز كبير زي ده حسيت بيه انا صراحه ما توقعتهاش نهائي يعني قالوا لنا هنتكرم من وزير الدفاع وقالوا لنا هنتكرم من وزير الشباب والرياضه حتى عندي في اللويه قالوا لي المحافظه هيكرمك فكنت فرحان يعني وبعدين مره واحده لقيت الكابتن محمود بيكلمني يا شاكر انت عندك تكريم بكره من رئيس الجمهوريه قلت بقى المخابرات هتجي لي البيت ومش عارف ايه انجزت الجو ده يعني لحد ما رحنا والحمد لله يعني لاخر لحظه ما كنتش مصدق كان في سجاده حمراء طبعا واحنا داخلين عليه كنت عايز اجري بقى وكنت عايز احضنه بصراحه وانا واقف قدامه ما يمكن شفنا حتت موجوده يعني الحاجه الجميله فعلا ان يعني دي انا فعلا سعيد بيها ان اول مكرمين هو فريق رفع الاثقال يعني اول واحد دخل خالد ساره وبعدين شاكر تمام فدي حاجه يعني الحقيقه فعلا جميله يعني
وكانت جميل. يعني جمالها برضو ان هي يعني بعد ما الولاد وصلوا بيومين ثلاثه يعني ده رغم مشاكل البلد ورغم مشاكل السيد الرئيس فيها وارهاب و و و ولكن يدل برضو ان الرئاسه برضو مهتمه باولادها ومهتمه بالرياضه، لان زي ما السيد الرئيس قال في اللقاء هي عنوان من احد عناوين حضاره الشعوب أكيد. هي الرياضه اكيد، وده يبين لك ان الرياضه مهمه جدا، والرياضه أكيد. مش بس كره قدم، الرياضه كل انواع الرياضات. وكان الناس بتسال ازاي يعني انتوا في وسط المشاكل دي في بوتسوانا، انتوا الاول على افريقيا في 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 نانجينج بتاخدوا هذا الكم من الميداليات رغم، فبنقول ده دي مصر وهم دول مصريين، يعني مهما تحصل في مصر بس مصر هتفضل برضه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. وطيب انا يمكن الفقره خلصت بسرعه، تحب توجه كلمه لحد؟ مين؟ كابتن مصطفى راغب قدامك وتقدر تتكلم. ايوه كابتن مصطفى راغب ابويا. واحب اشكر والدي ووالدتي طبعا على دعائهم ليا وطول عمرهم واقفين جنبي بصراحه. اكيد. وكل الناس اللي وقفوا جنبي. تمام. ربنا يوفقك انت. يعني هقول لك راجل محترم ووطني ومصري جميل، وبجد يعني نتمنى ان شاء الله تبقى حاجه كبيره قوي 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 اكبر من كده. هنفضل وراك وهنتابعك وفكك بقى من الحوارات الثانيه. ماشي. زي الفل. سالتوش على حاجه؟ احمد شرباجي بيقول لك لسه احمد شرباجي بيقول لي الساعه دي بيقول لك شيك جدا الساعه دي. جميله. اتفضلها يا كوتش. بيقول لك اتفضلها يا استاذ احمد. والله طيب جميل جدا. طيب كابتن محمود كلمه اخيره قبل ما نختم تحب توجه رساله لحد؟ انا بدون ذكر اسماء بشكر كل حد ساهم في هذا النجاح ولو بدعوه مخلصه. اشكركم جميعا جداً. وبنهدي لهذا الفوز لكل من ساهم اكيد ولكل المصريين طبعا بشكل أكيد. اكيد جميل. طب كابتن محمود محجوب رئيس اتحاد المصري لرفع الاثقال شرفتنا، وكابتننا الكبير كابتن محمد شاكر شوشه يعني فكك من الحوارات لكن هو يعني موجود معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه. اشكرك شكرا جزيلا نورتنا. شكرا كوتش. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل وهسيبكم مع وليد مهران زميلي وموضوع شيق جدا مش هقول هو ايه لما نرجع الفاصل، تابعوه بس خليكم معانا.